أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع الخامس عشر من وحدة أنا مبدع، فأهلا بكم جميعا. أذكر بالمفهوم الرئيس المرتبط أو المتصل بهذه الوحدة وهو الإبداع، وقلت أن الإبداع جوانبه مختلفة، فقد تكون مبدعة بالرسم أو التمثيل أو الكتابة، لذلك كل منكم سيقدم إبداعه من خلال دراسة موضوعات هذه الوحدة، لا سيما أن هذا الأسبوع سنقوم بتحليل قصة، وسيكون أمامنا مهمات تدريبية متنوعة تخدم إنتاج القصة باللغة العربية. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. إذا أنت ستبدع لتوصل رسالة إلى من حولك وإلى محيطك، هذه الرسالة متصلة بموضوعات القصة أو الموضوعات المقروء التي نقوم بدراستها سوية. كما ترون أمامكم، فنحن أمام مجموعة من الصور التي تتحدث عن قصة، وستقومون بأخذ هذه الصور لقراءتها بشكل واضح. ما الصورة التي حدثت في البداية؟ ستعيد ترتيب أحداث هذه القصة، ثم ستفكر أنت في قصة من مخيلتك تنطبق مع هذه الصور. لا مشكلة إذا كان الإبداع أمامكم بأن تصمموا غلافاً لهذه القصة، والغلاف هو برسم صورة ووضع عنوان ووضع شكل ديكوري جميل يرتب أو ينظم شكل القصة. احرص عزيزي الطالب عند كتابة أي قصة أو إنتاج قصة، تذكر أن القصة لها عناصر مختلفة يجب أن تكون فيها، منها الشخصيات، الزمان، المكان، العقدة، الحل والحوار. فلا قصة حتى إن كانت طويلة أو قصيرة دون شخصيات، والشخصيات هي شخصيات رئيسية وثانوية. الشخصيات الرئيسية هي التي لها الدور الأكبر في موضوعات القصة، أما الشخصيات الثانوية هي التي لها أقل درجة أو ظهور أقل من الشخصيات الرئيسية. الزمان قد نقول في قديم الزمان مثلا، أو قد نحدد الوقت صباحا أو مساء أو عام كذا. أما المكان قد يكون في ساحة المدرسة، قد يكون في المنزل، قد يكون في الشارع. علينا أن نعرف أحداث القصة من خلال سردك للأحداث. العقدة لابد أن تكون مشكلة في بداية القصة أو حتى في وسطها، ثم تصل إلى حلها، وهذا لإضافة عنصر التشويق عند القارئ. ثم الحوار، لابد أن يكون هناك كلام بين شخصين، أسميه الحوار الخارجي يعني الصوت مسموع، أو الحوار بين الشخص ونفسه وأسميه حوارا داخليا. لابد أنه سيكون أمامنا أيضا كنوع من التقييم مجموعة من المفردات، عليكم أن ترتبوها لتصلوا إلى جملة تامة المعنى. فالكلمات هي: بيئتنا، على صحتنا، لنحمي، نحافظ. كيف سنرتب هذه الكلمات؟ عليكم أن تضعوا الأرقام ثم تكتبوا الجملة بخط مرتب جميل. فمثلا إذا أردت أن أرتبها أنا، سأبدأ بفعل وأقول نحافظ. نحافظ على ماذا؟ نحافظ على صحتنا؟ لا، نحافظ على بيئتنا لنحمي صحتنا. إذن هكذا أصبحت جملة تامة المعنى. نحافظ أي بدأنا بفعل، نحافظ على صحتنا، على بيئتنا، لنحمي صحتنا. لابد أنه سيكون أمامنا أيضا مجموعة من الأحداث سنقوم بترتيبها لنشكل قصة كاملة العناصر. وضعت لكم عناصر مختلفة، فمثلا فقد صنعت جميلا تشكر عليه، رأى رجلا أعمى يريد عبور الشارع، قال له أبوه أحسنت يا عادل، كان عادل يمشي مع والده في الشارع، أسرع إليه وساعده في العبور إلى الرصيف الآخر. إذن ما الذي ستقوم به هنا؟ إذن كان عادل يمشي مع والده في الشارع،
فرأى رجلا أعمى يريد عبور الشارع، أسرع إليه وساعده في العبور إلى الرصيف الآخر، فقال له أبوه: أحسنت يا عادل، قد صنعت جميلا تشكر عليه. ما الهدف من هذه القصة؟ مساعدة الآخرين. أريد منك الآن أن تكتب عن عمل خير قمت به مع الآخرين. ثم سننتقل إلى قراءة درس ما أجمل بروناي، وعند قراءة هذا الدرس سنقوم بتفسير المفردات وتقييم أنفسنا من خلال معرفة الفكرة العامة والإجابة عن أسئلة متصلة بالدرس. أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لكم والمرسلة أسبوعيا. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وخير.